إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فاتقوا الله، اتقوا الله عباد الله، فتقوى الله وصية الله للأولين والآخرين، وهي مستمسك الصالحين وسبيل النجاة في الدنيا ويوم الدين. خطبة اليوم بعنوان واعظ الصيف. نعيش هذه الأيام موعظة بليغة ودروسا عظيمة يشهدها الأعمى والبصير ويدركها الأصم والسميع، لكن لا تؤتي أكلها إلا حين تصادف من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. نعيش هذه الأيام مع واعظ الصيف، فهل أصغت قلوبنا لموعظته؟ وهل وعينا درسه؟ هلما فلنقف قليلا مع الصيف وما يحمل من عبر. من منا الذي لم يؤذيه حر الصيف ولا لفح سمومه؟ من أين يأتينا هذا الحر؟ روى الشيخان وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، أي أخروها حتى يبرد الجو، فإن شدة الحر من فيح جهنم. وعند ابن ماجه بإسناد صحيح قال: اشتكت النار إلى ربها فقالت: يا رب أكل بعض بعضا، فجعل لها نفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فشدة ما تجدون من البرد من زمهريرها، وشدة ما تجدون من الحر من سمومها. أيها الأحبة، إن شدة الحر التي يجدها من وقف حاسر الرأس حافي القدمين في حر الظهيرة ما هي إلا نفس من فيح جهنم، نعوذ بالله منها ومن حرها. وقد كان من دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من فتنة القبر ومن فتنة الدجال ومن فتنة المحيا والممات ومن حر جهنم. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ناركم هذه التي توقد أو يوقد بني آدم جزء من 70 جزءا من نار جهنم. قالوا: والله إن كانت لكافية، يعني هذا الجزء من هذه 70 جزءا التي هي في الدنيا لكافية؟ قال: إنها فضلت عليها 69 جزءا كلهن مثل حرها. فحق على العاقل أن يسأل نفسه وهو يتقي حر الدنيا: ماذا أعززت لحر الآخرة؟ وماذا أعززت لنارها؟ من لا يصبر على وقفة يسيرة في حر الظهيرة، كيف بك إذا دنت الشمس من رؤوس الخلائق وطال وقوفك وعظم كربك واشتد
زحام هؤلاء أو الإمام مسلم عن المقداد بن الأسود قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تدنى الشمس يوم القيامة من الخلائق أو من الخلق حتى تكون منهم كمقدار ميل، فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق، فمنهم من يكون إلى كعبيه أي يصل العرق إلى كعبيه، ومنهم من يكون إلى ركبتيه، ومنهم من يكون إلى حقويه يعني منتصف جسده، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. وأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده إلى فمه: تلكم نار الآخرة وذاك حر الموقف، فأين المتقون؟ يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. اللهم إن أجسادنا لا تقوى على النار فأجرنا منها يا رحيم. رأى عمر بن عبد العزيز رحمه الله قوما في جنازة قد هربوا من الشمس إلى الظل وتوقوا الغبار، فأبكاه حال الإنسان يألف النعيم والبهجة حتى إذا وسد قبره وفارقهما إلى التراب والوحشة أنشد: من كان حين تصيب الشمس جبهته أو الغبار يخاف الشين والشعة ويألف الظل كي تبقى بشاشته، فسوف يسكن يوما راغما جذتا في ظل مقفرة غبراء مظلمة يطيل تحت الثرى يطيل تحت الثرى في غمها اللبثا. تجهزي بجهاز تبلغين به يا نفس قبل الردى لم تخلقي عبتا. أيها المؤمنون، لئن كنا نتقي الحر بأجهزة التكييف والماء البارد والسفر إلى المصائف، كل هذه نعم تستوجب الشكر، فهل تأملنا وتفكرنا كيف نتقي حر جهنم؟ كيف ندفع لفحها وسمومها عن أجسادنا الضعيفة ووجوهنا المنعمة؟ تفر من الهجير وتتقيه، فهلا من جهنم قد فررت؟ وتشفق للمصر على الخطايا وترحمه ونفسك ما رحمت. يقول صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله باعد الله بذلك اليوم حر جهنم عن وجهه 70 خريفا. رواه النسائي بإسناد صحيح. صيام الهواجر ومكابدة الجوع والعطش في يوم شديد حره بعيد ما بين طرفيه ذلك دأب الصالحين وسنة السابقين. يقول أبو الدرداء رضي الله عنه: صوموا يوما شديدا حره لحر يوم النشور، وصلوا ركعتين في ظلمة الليل لظلمة القبور. فاللهم هون عنا حر الصيف وهون عنا حر جهنم. اللهم إنا نعوذ بك منها ومن سمومها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم على نبينا المصطفى. أيها المؤمنون، إن من أعظم ما يدفع به العذاب وتتق به النار الاستكثار من الحسنات والتخفيف من السيئات، فذاك هو الزاد وتلك هي الجنة. والله لله أرحم بنا من أمهاتنا، لكنه يريد التائب المقبل المنيب. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره في اليوم الحر الشديد الحر،
وإن الرجل لا يضع يده على رأسه من شدة الحر، وما في القوم أحد صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. خرج ابن عمر رضي الله عنه في سفر معه بعض أصحابه، فوضعوا السفرة لهم، السفرة يوضع عليها الطعام، فمر بهم راعٍ فدعوه إلى أن يأكل معهم، فقال إني صائم. فقال ابن عمر: في مثل هذا اليوم الشديد حره، وأنت بين هذه الشعاب في آثار هذه الغنم وأنت صائم؟ فقال: أبادئ أيام هذه الخالية، فهلم عباد الله نبادئ أيامنا الخالية حتى تتلدد أسماعنا، وما ألده من مقال يوم يقول رب العزة: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. لما مرض معاذ بن جبل رضي الله عنه مرض الموت، كان يقول في الليلة التي توفي فيها: أعوذ بالله من ليلة صباحها إلى النار، مرحبا بالموت حبيبا جاء على فاقة، اللهم إني كنت أخافك وأنا اليوم أرجوك. هكذا ينبغي أن يعيش المسلم بين الخوف والرجاء، وأن يغلب الرجاء في لحظة الاحتضار. اللهم إنني كنت أخافك وأنا اليوم أرجوك، اللهم إنك تعلم أني لم أكن أحب البقاء في الدنيا لجري الأنهار ولا لغرس الأشجار، ولكن لظمأ الهواجر، يعني الصيام في اليوم شديد الحر، ومكابدة الليل يعني القيام، ومزاحمة العلماء بالركب عند حلق الذكر. هنيئا لك يا معاذ أن يكون هذا أسفك على الدنيا وهذا حزنك على فراقها. أيها المؤمنون، إذا تذكرنا حر يوم النشور فلا ننسى فضل الصدقة وظلها الوائف لأصحابها في ذلك اليوم العظيم التي تدنو فيه الشمس من الخلائق. فقد روى الإمام أحمد بن خزيمة وابن حبان والحاكم، وصححه الشيخ الألباني، عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل امرئ في ظل صدقته حتى يفصل بين الناس. ما أحوجك إلى هذا الظل؟ فتصدق بالقليل أو الكثير لعلك تحظى بهذا الظل غدا يوم القيامة، حيث لا ظل إلا ظل الصدقة أو ظل عرش الرحمن، أو قال: حتى يحكم بين الناس. قال يزيد بن أبي حبيب: فكان أبو الخير مرتد بن أبي عبد الله، هذا من رواة الحديث عن عقبة تابعي، لا يخطئه يوم لا يتصدق منه بشيء، ولو كعكة أي حلوة أو بصلة. وفي رواية ابن خزيمة أن مرتد كان أول أهل مصر يروح إلى المسجد. قال يزيد: وما رأيت داخلا المسجد قط إلا وفي كمه صدقة، إما فلوس أو خبز وإما قمح. قال: حتى ربما رأيت البصل، إذا لم يجد ما يتصدق به يتصدق ببصلة. قال: فأقول: يا أبا الخير، إن هذا ينتن ثيابك، يعني هذا البصل الذي تحمله في ملابسك قد يترك فيه رائحة. فيقول: يا ابن أبي حبيب، أما إني لم أجد في البيت شيئا،
لم أجد في البيت شيئا أتصدق به غيره. إنه حدثني رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ظل المؤمن يوم القيامة صدقته. إذا كنت تبحث عن الظل يوم القيامة فأكثر من الصدقة. وكما سمعتم ليس شرطا أن تتصدق بالمال الكثير، لا تحقرن من المعروف شيئا، تصدق مما يسر الله لك لعلك تحظى بظل صدقتك غدا يوم القيامة. ألا فلنغتنم صيفنا بالطاعات ونستزد فيه من الحسنات، فالأجر يعظم مع المشقة، وعند الصباح يحمد القوم السرى. حذاي حذاي أن تقعدنا عن المبادرة إلى الخير. نفوس تعافو الحر وتحب الراحة فتندم يوم لا ينفع الندم. في غزوة تبوك ابتلي الناس بالخروج للجهاد في زمن عسرة وشدة من الحر وجذب من البلاد، وحين طابت الثمار والناس يحبون المقام في ثمارهم وظلالهم، فخرج المؤمنون الصادقون وقعد الذين في قلوبهم مرض، ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، ولكن كره الله انبعاثهم فطبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. وقال تعالى فيهم: فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. روى البخاري عن أبي ذر قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين غربت الشمس، فقال: يا أبا ذر، أتدري أين تذهب الشمس؟ سؤال قد يطرح على أذهاننا أو تسأل عنه. هذه الشمس التي تغرب إلى أين تذهب؟ النبي سأل أبا ذر فقال أبو ذر: الله ورسوله أعلم. قال: فإنها تذهب حتى تسجد بين يدي ربها فتستأذن في الرجوع، أن تعود من أين من المكان الذي شرقت منه، فيأذن لها أو فيؤذن لها، ويوشك أن تسجد فلا يقبل منها، وتستأذن فلا يؤذن لها، يقال لها: أرجعي من حيث جئت. فتطلع من مغيبها، فتطلع من مغيبها. فذلك قوله تعالى: والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. فاتقوا الله عباد الله، وبادروا الآجال بالأعمال، وقدموا لأنفسكم، واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه، وبشر المؤمنين. اللهم اغفر ذنوبنا وأصلح أحوالنا ويسر أمورنا، اللهم اعف عنا وعافينا، اللهم إنا نعوذ بك من حر جهنم، اللهم إنا نعوذ بك من النار، اللهم إنا نعوذ بك من النار، اللهم إنا نعوذ بك من النار، اللهم إنا نسألك جنتك وما يقرب إليها من قول وعمل. اللهم اغفر ذنوبنا وأصلح أحوالنا، اللهم انصر من قلت توم بلادك جلالة ملك محمد السادس، واحفظه في ولي عهده المولى الحسن، وشد عرضه بأخيه المولى الرشيد. اللهم أري الحق حقا وارزقه اتباعه، وأريه الباطل باطلا وارزقه اجتنابه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم وفقنا لفعل الطاعات، اللهم وفقنا لفعل الطاعات، اللهم وفقنا للابتعاد عن المعاصي، اللهم استعملنا في طاعتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ شبابنا من كل شر، اللهم احفظ نساءنا وبناتنا من كل مكروه يا رب العالمين. اللهم اجعل بلدنا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين.
اللهم اجعل بلدنا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منه وما بطن. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.